فتنضم إلينا مباشرة من أربيل النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد. سيدة سروة، أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. أنت نائبة كنت حاضرة في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، هل أنت مع الاتهامات التي وجهها لرئيس البرلمان وبعض النواب أم لا؟ مساء الخير، تحية لك ولمشاهدي قناة الحرة العزيزة. يعني ما جرى في جلسة استجواب وزير خالد العبيدي لأول مرة في تاريخ برلمان العراقي منذ 2003 أن يكون هناك يعني دور مهم لمجلس النواب العراقي بغض النظر عن ما قاله وزير الدفاع. قد يكون ما قاله هو يدخل ضمن باب الدفاع عن نفسه، وقد هو حقيقة يكون هناك ملفات فساد بشأن هؤلاء من تطرق إلى أسمائهم. اليوم هو دور القضاء وليس دور المجلس النواب العراقي. دور المجلس النواب العراقي انتهى. أنا كنائب لا أستطيع أن أقول بأن ما قاله سيد العبيدي هو صحيح 100%. لماذا؟ لماذا طول هذه الفترة السابقة هو ساكت عن هذه المعلومات؟ لماذا لم يتطرق إلى هذه المعلومات؟ لماذا لم يفاتح القائد العام للقوات المسلحة بما لديه من المعلومات؟ لماذا لم يذهب إلى القضاء؟ هذه كلها تساؤلات. سيدة سروة، هذه التساؤلات قد تكون حقيقية وصحيحة، ولكن لا تمنع من أن يكون صادقا فيما قال. طبعا الأمر الآن عند القضاء، ولكن نتحدث أنتم كنواب بحسب المعطيات التي لديكم، هناك أشياء ربما تعلمونها لا يعلمها الآخرون. سيد الكريم، يعني لا يمكن أن ننكر بأن هناك فساد في العراق، فمن مسؤول عن الفساد؟ أكيد أعضاء مجلس النواب، وزراء، رؤساء الحكومات السابقة واليوم، جميعهم المؤسسة التشريعية هي جزء من المؤسسات الموجودة اليوم في العراق، وهي ليس بعيدة عن ملفات الفساد. فبالتالي لا يوجد شخص هو نزيه ولا يعني منزل ولا يمكن أن يتم محاسبته إذا كان هناك شكوك عليه. فبالتالي يعني يجب على القضاء أن يكون محايدا في حسم هذه الملفات، وأن يعلن عن هؤلاء الذين متورطين في ملفات الفساد، وأن يكون هناك وزراء آخرين يعني يقومون بتقديم شهادات حول من هم يقومون بابتزازهم. طيب. ومن يضغطون عليهم في موضوع ملفات الفساد. طيب. فنعلم يعني هناك مليارات ضاعت في العراق، أين ذهبت؟ فبالتأكيد هناك من هم مسؤولون عن هذا. إذن الآن هذا هو دوركم في مجلس النواب ربما لإثارة مثل هذه الملفات. انتهت جلسة التحقيق بالتالي و خرج الوزير بهذه الإجابات، أنتم في كتلة التغيير هل يعني اقتنعتم بهذه الإجابات؟ أنا شخصيا أتحدث عن نفسي، أنا لم أقتنع بإجابات سيد وزير الدفاع، و يعني هناك ما زالت أمور مبهمة لدي، ولم أفهم لماذا يعني حاول أن يغير مجرى الاستجواب. هناك ملفات، بالتأكيد هناك ملفات يعني عليها شبهات فساد كثيرة، ولم يقنعنا كنواب. طيب. سيدة سروة، عفوا للمقاطعة، في حال لم تقتنع وقلت أنك لم تقتنع بشكل شخصي بالإجابات، هل ستصوتين على إقالته؟ بالتأكيد سأصوت على إقالته، وأنا أتمنى من جميع الزملاء أن يفكروا بهذا الموضوع دون يعني أن يكونوا محايدين في حسم الموضوع، لا لأنه اتهم النواب قد يكون رد فعل غير طبيعي تجاه الوزير. قد يكون هناك من يجامل النواب وهناك من هم ضد النواب الآخرين، فبالتالي يكون هناك نوع من مجاملة لوزير الدفاع. دون المجاملات، انتهى زمن المحابات والمجاملات. تمام. علينا أن نكون واقعيين وأن يكون لنا دور مهم وفاعل في كشف ملفات الفساد. سيدة سروة، بما يخص شهادة الوزير العبيدي، هناك أنباء تتحدث عن أنه تجنب ذكر التكتل الشيعي والتكتل الكردي لأن ربما هناك صفقات حسمت وبالتالي لم يأتي على ذكرهم. ما ردكم على مثل هذه الاتهامات أو الأخبار؟
يعني حقيقة أنا أتحدث عن كتلة التغيير، لا أستطيع أن أتحدث عن كل الكتل الكردستانية الموجودة. نحن في كتلة التغيير ليس لدينا أي صفقة، لا مع وزير العبيدي ولا مع أي جانب آخر، وإذا كان وزير العبيدي أو أي أحد آخر من الوزراء أو حتى داخل مجلس النواب لديهم ملف عن كتلة التغيير وأعضاء التغيير أو حتى وزير التغيير عليهم أن يعلنوا عن ذلك. لا توجد صفقة بيننا وبين سيدة سروة. قلت أنه لا توجد صفقة بينكم أنتم في التغيير وبين وزير الدفاع، لكن ماذا عن الكتل الكردستانية؟ أعرف قلت لا أريد أن أتحدث عنهم، ولكن هل هناك معلومات أو شبهات أنت كنائبة ربما تشخصينها في الكتل الأخرى الكردستانية باختصار لو سمحت؟ أستاذ حيدر، يعني لا ننسى أن الأجواء السياسية في العراق هي أجواء متوترة، قد يكون هناك ليس صفقات مالية فحسب، يعني هناك صفقات سياسية قد تكون، يعني لا ننسى بأننا داخلون في معركة الموصل وتحرير الموصل، قد يكون هناك بعض أمور لا نعرفها نحن كيف جرى التنسيق بين خالد العبيدي والآخرين من هم معنون بموضوع الموصل. لكن أنا أقول أيا كان يعني الهدف، علينا اليوم أن نبرهن للشارع العراقي بأننا مع تحقيق العدالة، بأننا ضد الفساد الموجود، وأنكم صوت الشارع بالنتيجة كنواب للشعب العراقي. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من أربيل النائب عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد.